ابنه يجي لعندك ويقول لك بدنا نفض الشراكة، حسيت انه هو ما معه خبر انه ابنه عم يجي؟ ما بعرف، رحت لعنده قلت له حلو معي خبر. كان معك خبر؟ ايه. ليه ابنك عمل هيك؟ هو قال لي لإلي كمان، ابني ولده قال لي يا بابا بصير. ليش ما بتخلص وليد وبتخلص انت؟ كل مين كتبه بيمينه؟ لانه هلا ذكرت شغله. نعم انا حلفان يمين ما احكي. لا هي برات اليمين. برات هيدي برات. مره بعت ورانا خالنا الله يرحمه رحمه الله، قال لي يا خولي الله يرضى عليك خلينا نخلص هالشغله، وطالما معروفه كل مين كتبه بيمينه، وان زيد يتنزل له هو بيتنزل لك، والله عما اقول شهيد. نعم نعم، بس هيدا هو. في حاله التنازل. نعم يعني انا خليني اقول شريك مع اي حدا، خيي او مش خيي. نعم. او اي حدا، بس نكون شراكي بشيء، خي انا بدي اتنازل لك في حق هالحصه هالقد. نعم انا بتنازل لك، اعطيني حق الحصه. نعم او اعطيني بديل بمطرح ثاني. نعم. هل تم هذا الشيء؟ نعم. ليه؟ ما بعرف، شو بعرفني. هو ابن الفتيح حطا على الطاوله. ايه؟ وانا ابن الفتيح حطا على الطاوله. هو الغلط يعني من البدايه. يعين عليك الغلط، لانه ما كان في اخوه. تعرف انا هلا شو عم شوف؟ بهي القصه هي بداية النضال تبعكم. طبعاً. بداية اللحمة. طبعاً. وقت اللي كنتوا إيد وحدة. أكثر من هيك بكثير. وقت اللي كنتوا إيد وحدة. أكثر من هيك بكثير. وقت اللي كنتوا تحبوا بعضكم. أحكي لي موقف وقت اللي كنتوا صغار مثلاً أو بالعشرينات أو قبل العشرينات. أحكي لك موقف. أنا تفضل يا ريت. كنا عزبة، كنا أولاد منا. نعم. كنت نام أنا يطحونا والأخوة اثنين، هذا بده ينام جنبي وهذا بده ينام جنبي. أنا نام بالنص وهو من هون وهو من هون. يعني حضرتك وحضرته والاخ اللي توفى الله يرحمه. آه. عاطفي كثير. بعرف. وحنون كثير. وحتى لو عم بخبر. وادمي كثير. وما بعينه. وانا بالمقابل بس في شغله عصبي. حضرتك قلت انه ما بعينه. ايه. كيف يعني ما بعينه؟ بكل شيء. قلت. اذا بياخذ 100 مليون انا ما بعينه. طيب. واذا بياخذ 200 مليون ما بعينه. والمرحوم الثالث نفس العمليه جت ثلاثه واحد. ما بعنا شيء ابدا، ما بعنا، ما في، ما لنا شركه، ما في، عمل لك ثلاثه واحد. طيب هل فينا نعتبر، وهلا خلينا نحكي منطقي، انتوا بتحبوا بعضكم قد الدنيا؟ طيب. مبين من الانفعال تبعكم انه انتوا زعلانين من بعضكم وبتحبوا بعضكم، وحضرتك حالف يمين يمكن لانه اذا بتفتح الموضوع بيوجعك. بيوجعني وبده يفتح ملفات كبيرة. ما بدنا نفتح لا لا ملفات لا 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 بدنا لا لا. نوصل، بدنا نوصل لحل الملفات. ما بدنا نفتح ملفات. طيب شكلها الملفات خليها تبين يا أخي. لحظة لحظة، بدك انت بتعرف الملفات؟ لا ما بعرفها، خليها تبين. لا 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 لا، حلو كل شيء عبين معك يا أخي. بدك توصل لحل ولا كيف لكن؟ طيب فينا نقول شو طالب منك وترجع تسمحه وتسمعه وترد عليه؟ ما بيعنيني انه شو طلب مني. ليه؟ ولا بيعنيني كل هالعمر وكل هالمحبه. ايه واخر شيء ما بيعنيني. ايه لانه هيدا اللي بين. هلا انا 55 سنه مقضى هيك. من مين؟ بكفيني منك ومن اخواتك. لا مني، شو عملت لك انا؟ انت بتعرف. انا شو بدي اعرف؟ ما بعرف يا اخي، ما هو عم يحكي هالكلام، انا شو عملت لك؟ يا اخي انا بيني انا شو عملت لك؟ انا بيني وبين ربي. يا اخي خليك. انا اني افتح ملفات ما حق. طيب خليك، انا اعملك تفتح. لا انت عم تزرني. عفوا عفوا عفوا، هو ما فتح ملفات. نعم. هو عم عنده عتب. يسلم عتب. عنده بمطرح من المطارح لوم، وحقه بيمون على خيه الكبير، بيمون على شريكه كل هالعمر. مين على خيه الكبير؟ نعم 60 سنة وعلى بياض، وإن شاء الله 60 سنة تانيين. لا روحي. لا ليش؟ يلي بيروح ما بيرجع. ليش؟ ما بعرف. ليش راحي؟ والله ما بعرف. لما حدا بيقرر إنه أنا بدي صالح، يعني عم بيجرب يغير شوي بنفسه. لا أنا سمعت حديثه. إيه؟ بده يفتح ملف وبيصالح. لا أنا ما عندي ملف. طيب كيف بتصالح؟ أنا بصالح إنه أخي أكثر من الأول. كيف؟ وعيني أكثر من الأول، بس قال وقيل ما في. لحظة، بنتوا أصلاً من 4 سنين مقطوعة بيناتكم. يسلمت. وإجت هالفرصة نلتقى بهالمطرح. يسلمت. على هيدي الشاشة. إنه شرف بالشرف. الشرف إلي والله. على هيدي الشاشة، وإنه نحاول ما نفتح ملفات، ونحاول ما نجرح، ونحاول انه هالاخوه، لانه في ابن حلال طلب عبر هذا البرنامج، عبر المفاوض، انه ما بيهين عليه هالخيان، بيعرفك وبيعرفك،
ما بيهين عليه هالخيان اللي كل العالم تحلف وحياته، لكل العالم الله يبارك فيك، كانوا مضرب مثل بالاخوه، صحيح، كانوا مضرب مثل بالمحبه، صحيح، كانوا مضرب مثل بالتعاون، صحيح، ما بيهين عليه، هيدا ابن الحلال وحكي معنا لحتى نفاوض ونتوسط. صارت هاي الفرصه والتقيتوا حضرتكم هون وبدنا نلاقي حل، حل يرضيك وحل يرضيك. هلا تنقدر نوصل لحل، شو المطلوب؟ شو بتفضل يكون المطلوب؟ وشو حضرتك بتفضل تكون المطلوب؟ يا أخي أنا ما عندي أي خلاف. أخي قبل ولادي بس في قطيعة من 4 سنين، يعني في خلاف، هذا اللي صار، بس يعني في خلاف، ما مني والله، والله ما مني، أوكي، أمام أوكي. الله، نعم. أنا أخي قبل ولادي لما كان أخي ما كان ولادي، بحبهم من بعض الله، الله يخليك، وعندي أيام من بعض الله، وهو العزيز الغالي، بس أنا في تاش وعتاب ما عندي. هو العزيز شو؟ العزيز الغالي، الله بيعرف. طيب بس صار عزيز غايب، القدر، هيدي قاسية، شيء القدر، هيدي قاسية، شيء القدر، وانت الحاضن وانت الكبير، والله شيء القدر يا أخي، والله ما بإيدي. أكيد عندك حل. عندي حل، عندي حل بدون أي فتاش، شو؟ بدون أي عتاب، بدون أي مشاكل، بدون أي شيء. وشو بصير؟ بصير عيني، ببو عيني، ما إيه؟ عندي، شو عندي أخي هذا؟ طيب، قال اللي عنده حضرتك. لا حقلك شو، بدون استفزاز، بدون استفزاز، ما عندي استفزاز. أوكي، اسأل لي لما انت نزلت له. أنا إلي حق بقلبه والله. وقت اللي تنزل ما عندي جواب، أبصر، ما عندي جواب، ما فيك تاخذ وتعطي، بده عم يحاول يستدرجني، ما عم يا حرام، يا حرام، أنا يا حرام. أنا حلفان يمين ما فتشه يا حرام، ولا بفتح حديث معه، ما بفتح. اسمعني اسمعني، هو اللي قاله واضح جدا، في إله حق بقلبك، إله تقدير بقلبك، إله بكل هالعمر اللي قطع، كل كلياتنا إلنا تقدير ببعضنا، لك ما اختلفنا، كنا بنكمل بعضنا كنا، بس هو عم ينكر، يا سب، هو عم ينكرني أنا، يا سيد، ما هو ما نكر، بلى، ما نكر، هو بعده من شوي عم بيقول، هلا شغلة، إيه، كمان برونية، نعم، برات الحلفان، إيه؟ من برا، إيه؟ 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 من برا، أنا كان عندي محل بال عدرج القهوة، قهوة التل العليا، كان في جنبي، معلش هيدي مرق لي اياها، لا على راسي، كان في مأمرة وكرخونة كمان وشو خمرة، ايه، وسبق الخيل، اه كانوا يلعبوا خيل، ايه، جنبي كانوا، ايه، في عندي صديق من سوريا، صديقي كان بالجيش السوري، اجى من سوريا يلي الله بيرده، جايب لي سعودي وكويتي ولبناني، قال لي هدول بتشقف وبتظبط وبتاخذ المحل. قلت له امتى بدك ان، قال لي بس يصير معك، بيصير معك كتر خيرك، ما بيصير معك مسامحك. هو قال هو اخذ لي المحل. معلش بس لحديتهم. هيدي وحده. هي النقطة كان بدي احكي فيها وكنت رافض، منيح اللي انت حكيت. هيدي مرقت انا. اوكي اوكي. هو لانك اخذ لي المحل وما فتشني. معلش. حرام هذا، حرام. هي هذا حرام. هي رد عليك على موضوع انه انت اخذت له المحل. هل هي كانت مجرد فكرة ولا أنت يعني أخذت، شو أصلك حبيبي المحل لما حكى هالقصة؟ لما هالشي حصل الله يرحمه يومتها أنا وأخي خدت له المحل، بس خلاص أنا تاني شي، لحظة لحظة لحظة، أنا